إحنا نرى بأنه بالفترة الأخيرة فترة 20 سنة أو 30 سنة مرت، إحنا ركزنا على بناء السلطة وتركنا بناء الدولة. برعت الأردن في وقت من الأوقات في المواءمة كدولة من دول العالم الثالث في المواءمة بين بناء الدولة وبناء السلطة. عادة دول العالم الثالث تبني سلطة وما تنتبه كثير لبناء الدولة، ولكن الأردن كانت من الدول المميزة اللي وائمت بين بناء الدولة وبناء السلطة. ولكننا من 20 سنة لم نبني دولة، للأسف توقف بناء الدولة وبقي عندي مستمر بناء السلطة. طب يعني هذا البناء للسلطة لحساب من؟ يعني لمصلحة من لنقول؟ لمصلحة طرف من أطراف المعادلة بالدولة على حساب الطرف الرئيسي اللي هو المواطن. أنا المواطن يهم بناء الدولة،